اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجكم الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مصاريف قيمه ماليه قليله، اعتقد ان يكون زيرو كمان، ولكن فكر طهوي كبير قوي بنقدمه لحضراتكم النهارده عشان بنحبكم. النهارده هنعمل كبد الفراخ مافن، هنشوف نعمله ازاي مع دبس الرمان. كلنا عندنا كبد الفراخ موجوده في الثلاجه، يا اما شارين فراخ وبنحوش الكبد، وده كان الكلام ده زمان. ممكن نروح على اي بقال دلوقتي ولا اي حد بتاع فراخ هنجيب نص كيلو كبد فراخ، هنعملها النهارده مافن بطريقه الخاصه وحاجه جديده الاولاد يحبوها، لان دايما بيحبوا المافن بالشوكولاته، مافن بالدجاج، مافن بالخضار وهكذا. فنشوف ازاي نعمله بكبد الفراخ ونخلص من الزفاره بتاعتها ونسلقها ازاي ونقدمها لحضراتكم بفكر طهوي جديد. معانا سباكيت النهارده هقدمها لحضراتكم بالمشروم. المشروم غني جدا بالبروتين النباتي، مش لازم نعمل سباكيت نجرسكو بالدجاج او باللحمه المفرومه اللي هو صوص بولونيز، لا هنعملها النهارده بالمشروم مع الوايت صوص والجبنه، برضو قيمه غذائيه عاليه جدا ومفيده جدا للاطفال وكبار السن. معانا كمان المربى النهارده هنعملها فطاير بالجبنه، ومدرسه جديده ان احنا نضيف المربى مع نوع من انواع الجبنه قليل الملح زي الجبنه العكاوي لما بنغسلها ونخلص من الملح بتاعها، او الموزاريلا. الفكر الطهوي كتير هنا ان احنا ازاي نقلي الفطاير بتاعتنا في قلب الزيت وما تشربش زيت مننا ولا الجبنه تفك في قلب الزيت، يعني هي كده ايه حزوره. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. النهارده فكر طهوي كتير قليل القيمه الماليه او المصاريف، بسيطه جدا، ولكن عايزك تبقى في المطبخ فاهمه كل حاجه وعارفه انت بتعمل ايه، وده مهم جدا ان انت تقدر انك باقل مصاريف باقل تكلفه ماليه تعملي طبق جديد لاولادك وفكر طهوي جديد. هو ده هدف وعنوان الحلقه بتاعت النهارده. اوعى تروحوا بيت، تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وبصوت عالي، الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها على شاشة القناة الأولى. حلوة أوي. معانا إيه النهاردة يا عم الشيفي؟ استعرضنا طبعًا بإبداع الأساتذة المصورين والإخراج الماتيريال بتاعي. معايا نص كيلو من كبد الفراخ، وقلت للست اللي عملتها أو للراجل بتاع المعمل بتاع الفراخ أو المجزرة أنا عايزها كبد حلوة كده طازة. بجيبها بسلقها وبعملها مافن. هبدأ بيه طبعًا عشان ده بياخد وقت شوية. مقاديره على الشاشه، مافن كبد الفراخ بدبس الرمان، وده الجديد، ونقدر نقول هنا حقوق الطبع لدينا وبس. كبد فراخ اتسلقت مسبقا بفليفر من شويه ملح وشويه فلفل وبابريكا، ومعانا طبعا ثلاث بيضات، واحد كوب من الحليب، واحد كوب من الدقيق، بيكنج باودر معلقه، معلقتين من السكر، وبشره ملح وفلفل وبشره ليمون. هي دي المقادير ببساطه خالص، ونقدر نحط معلقتين زيت او معلقتين زبده حسب الرغبه. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه هعمل عجينه البان كيك اللي احنا عارفينها كلنا. مع بعض كده، وانا عملتها اكتر من مره. دي البدايه، دي الاساس. معانا من البيض. يعني لو عندك مثلا زي قوالب الكب كيك دول، كام واحده هنا يا عم الشيف؟ دول الثلاثه وثلاثه، دول تقريبا 12. يبقى نستخدم هنا ثلاث بيضات. حاضر، عينيا كده، تمام. حلو قوي. بنحط على البيض ده تقريبا ثلاث معالق من الزيت، واحده واحده مع بعض كده عشان احنا بنعمل مافن حادق مش حلو. حلو، تمام، زي الفل. بنحط البهارات بتاعتنا، شويه فلفله حلوه، شويه زعتر حلوين، وكده كده الكبده بتحب تكون سبايسي شويه، بنزود الفلفل الاسود او قرن فلفل حار حسب الرغبه. ده على البيض. اذا وجود الملح والفلفل هنا مفيش زفاره للبيض في حاله لما تستخدميه في اكلات حادق. حلو، اما لو بتستخدميه طبعا لكيكه او في حلويات بتحطي فانيليا. ملح وفلفل على البيض.
عدينا المرحلة دي خلاص. حلوة معنا الحليب والسكر. أهم حاجة العجينة أعملها صح عشان تبان بشكل حلو بعد ما تطلع من الفرن. معانا من السكر معلقتين والحليب هنا. خلص الكلام، بنقلب كل دول مع بعض. عندنا الدقيق والبيكنج باودر جاهز. بالشكل ده كده اقلب كل المقادير دي لغايه لما كلها تمتزج مع بعضيها. تاني حطيت ايه يا عم الشيف وانا مع حضراتكم كده؟ انا بعمل دلوقتي مافن كبد الفراخ بدبس الرمان. معايا كبد مسلوقه مسبقا وهنحط لها دلوقتي دبس الرمان الطعم بتاعنا، ومش هنكتر توابل كتيره عشان دبس الرمان يبقى هو سيد الموقف. اما الخليط اللي بخلطه ده عباره عن ثلاث بيضات معاهم ثلاث معالق زيت كبار، معالق اكل، بياخدوا رشه ملح، رشه فلفل صغيره، شويه فلفله حلوه، زعتر، كل ده مع بعضه، ومعلقتين من السكر. كل ده مع بعضه اتقلب كويس زي الفل. هنشيل ده من هنا كده وتعالوا مع بعض ننزل بالدقيق بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده، وننزل عليه بالبيكنج باودر ونقلب دول مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. القوام بيكون خفيف شويه مش تقيل. بالشكل ده كده. حلو قوي زي الفل. تقليب سريع كده، نشيل دي من هنا اللي عامله لنا مشاكل دي كده اهو، ونقلب كده اهو. لازم تقليب سريع كده، او في عجانه مفيش مشكله، او في مضرب. بس انا دايما بحب اشتغل بايدي. اقلب الخليط كويس. معلش ده طبعا مش متعوده انك تشوف الشكل ده، دايما لما بتعملي كيكه ما بينش. طبعا انا حاطط زعتر هنا وحاطط بابريكا اللي هي الفلفله الحلوه، وحاطط ملح وحاطط فلفل بالشكل ده كده، فعشان كده اللون معانا اهو. ده الخليط زي الفل جاهز. نبص على القوام ده كده اهو، لازم يديني القوام ده كده اهو. القوام لو قطع منك يبقى لسه عايز يتقلب. القوام طالما سليم يبقى خلاص جاهز، لو قطع منك يبقى عايز يتقلب. لو اداكي سليم كده زي الفل اهو. لغايه لما ارفع كده المضرب بتاعي عند الكرين عند زيزو اهو. حلو، بس الخليط كده زي الفل، هخليه على جنب. انا هعمل النهارده يا مي عجينه فطاير حلوه. الفطاير دي تقدري تقليها في الزيت، مش هتشرب منك زيت وانت بتقليها. هنشوف بتتعمل ازاي، وخدي مني مقادير البيتزا وانا شغال. بس خليني اقول للساده المشاهدين انت بتعمل ايه في كبد الفراخ. التطوير النهارده، الطعم الجديد، الشكل الجديد، كبد الفراخ مافن بدبس الرمان اهو. الكبد الفراخ تتسلق، وبعد ما تتسلق تتحط في الثلاجه، وتطلعها من الثلاجه بارده كده زي الفل. ما ينفعش نحط سخنه على بارد علشان دبس الرمان يجتمع بيها كده بالشكل ده كده، وتمسك فيها كده بالشكل اهو. دي لو سخنه مش هتعمل معايا كده اهو، تقوم تطلع من الثلاجه بارده، دبس الرمان يمسك فيها على طول بالشكل ده كده اهو. ده كبد الفراخ. الطعم هنا دبس الرمان، دي بريئه من الكمون، بريئه من الكزبره، بريئه من اي توابل تانيه، ملح وفلفل واحنا بنسلقها مع عصره ليمون حلوه كده عشان الزفاره. بعد كده بنحط عليها دبس الرمان بعد ما تطلع من الثلاجه كده. كبد الفراخ جاهزه، وحاجه جديده لاولادك النهارده. حلو الكلام، خلاص اللي جاي كده سهل. دلوقتي هن عندنا قوالب الكب كيك اللي هي المافن بالشكل ده كده، ونوزع المقدار بتاعنا واحنا شغالين مع حضراتكم واحده واحده اهو. دي مكانها حلو كده اهو زي الفل. اللهم صل على النبي. بناخد كده يا عم الشيف مقدار من شوية كده. نعم عينيا اهو. هشيل المكرونة اللي شايلة حيش الصورة دي كده اهو زي الفل، ووزع كده. وحاجة جديدة، أنا الفكرة كلها وعنوان الحلقة النهاردة زي ما بنعمل أكل صحي، زي ما بنعمل أكل من كل مطابخ العالم، زي ما بنعمل أكل ونعلم ولادنا، أنا حبيت عنوان الحلقة النهاردة إزاي بأقل تكلفة مالية تعملي فكر طهوي. مش يا حبيبي عايز بقى أعمل لك ورق عنب لا لا لا، الموضوع بسيط. افتحي باب التلاجة، شوفي إيه اللي موجود عندك في التلاجة، شوفي إيه اللي موجود عندك في المطبخ، وحطيه قدامك كده على طاولة، وامسكي ورقة وقلم
وكانوا زمان بيسألونا سؤال كده في الابتدائي والإعدادي، يدونا خمس كلمات مثلا، يقول لك نصر رقم 6، يقول لك اكتوبر عظيم، يبقى نصر اكتوبر نصر عظيم، وهكذا. يعني بيديك جملة مفيدة، كلمات تحطها في جملة مفيدة، مثلا كلمة أنا حب أسري، أنا بحب أسرتي، بمناسبة عيد الفالنتاين النهاردة، كل سنة وحضراتكم بخير برضو، وهكذا. نحط كبد الفراخ، ازاي احط كلمات في جمل مفيدة، ازاي اختار الحاجات اللي موجودة في التلاجة والحاجات اللي موجودة في المطبخ واحطها في اكلة لها مسمى علمي طهوي زي اللي انا عامله النهاردة. شفت انا بعمل ايه دلوقتي؟ بكمل بعجينة المافن، عجينة الكب كيك. وفين الكبد الفراخ يا عم الشيف؟ بين الطبقتين، بس ما تمليش القالب للاخر، خليه تلات ارباع وسيبه ربع للتنفس. درجة حرارة الفرن كام؟ 180 كالعادة. السؤال دايما بكل مخرجنا الجميل، دي هتتحط فين بقى؟ فكروا في السؤال ده، في أرضية الفرن ولا في نص الفرن ولا على ارتفاع كام سنتي من أرضية الفرن؟ كده أنا بجاوب بشياكة. لا، اللي أنا قلت الأخير على ارتفاع 5 سنتي من أرضية الفرن. لو حطيناها في نص الفرن هتتحمر من فوق مش هتستوي من تحت، ولو حطيناها في أرضية الفرن في أسفل الفرن هتتحرق من تحت ومش هتستوي من فوق، فاحنا بنحطها على ارتفاع 5 سنتي. وحاجة جديدة، التكلفة المالية هنا أعتقد مفيش. كبد الفراخ أنت محوشاها كل يوم، نعمل فراخ صواني، نعمل فراخ ونجيبها، بنحوش الكبد ومعانا شوية دبس رمان حلوين ومعانا البيض والدقيق. درجة حرارة الفرن أخبارها إيه؟ عينيا. درجة حرارة الفرن 180، أنزل الشبكة دي تحت كده وصلي على الحبيب قلبك يطيب على الفرن يا عم الشيف. اللهم صل، تقيلة لأنها مليانة كبد فراخ. بنسيبها قد إيه يا شيف الطايم بتاعنا؟ من 15 ل 20 دقيقة، نبص عليها بعد 15 دقيقة استوت وبقى شكلها برونز حلو هنطلعها. أنا هستأذن حضراتكم ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف ازاي نعمل طبق مكرونة بفكر جديد بالمشروم، بروتين نباتي، قيمة غذائية عالية جدا، آمن. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. بقول لك ايه يا غالي حبيبي أساتذة المصورين، ما نبص على الفرن كده ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على النبي. يعيش مع الفرن، ايه الجمال ولا فين الكبد؟ لا لا، كبد الفراخ دي حاجه جديده. انا عايز كل الساده المشاهدين اللي قاعدين دلوقتي بيستمعونا وبيشوفونا وبيتابعونا في انحاء الكره الارضيه يقولوا بصوت عالي حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اللهم صل على النبي. يا سلام، حاجة جديدة. تاتش بتاع الشيف بقى. هنعمل ايه؟ رشة بابريكا، رشة فلفلة حلوة، رشة قرفة ناعمة، زي ما انت عايزة بقى. اهو شفت الجو ده كده؟ مش سكر باودر، لا سكر باودر ده لو مافن شوكولاه، لو مافن موز، لو مافن تفاح، لو مافن برتقان. نسيبه يبرد شويه وهنغرفه لحضراتكم دلوقتي نشوفه مع بعض. حلو، نكمل موضوع الفطاير واحنا شغالين عشان وقتنا. طيب حاضر، عينيا اغرف لك الكب كيك. حاضر، تعالى شوف الكب كيك بحلاوته. شيل ده من هنا، قصدي المافن، مافن الكبد احطه هنا. اللهم صل على النبي. مافن كبد الفراخ بدبس الرمان الجديد عندنا، حقوق الطبع لدينا وبس عندنا على شاشة القناة الأولى. أهو جواها كبد فراخ، اضربي الشوكة في قلبيها وتشوفي كبد الفراخ. تنفع القوانص يا شيف؟ لا، كبد فراخ ووص على كبد فراخ بس، القوانص ملهاش مكان بينا هنا. ليه؟ بتاخد وقت كتير في السوى، وجوه المافن هتاخد تحس إن في حاجة صلبة شوية وحاجة يابسة شوية وحاجة إيه واخدة يعني سوى كتير، فيفضل كبد الفراخ. حلقتنا النهارده بسيطة جدا،
ماتيريال بتاعنا ثلاثة تعريفة، ولكن الخبرة الطهوية والفكر الطهوي لا يقدر بالمال. عملنا مافن كبد الفراخ بدبس الرمان، عملنا فطاير لطيفة حلوة العجينة جوه البيت حشناها مربى حسب رغبة ولادك، برتقان فراولة زي ما انت عايزة، تين تبقى لطيفة. عملنا طبق مكرونة، وجبة غذائية متكاملة من البروتين والنشويات والكربوهيدرات اللي موجودة في الطبق، وخاصة كمان الوايت صوص اللطيف الحلو اللي الأولاد بيحبوه. رؤية فن إبداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا شيف؟ من ماس بيرو.